السلام عليكم واهلا وسهلا بكم عشاق كره مصريه وعشاق برازيل كره مصريه ومتابعي ومحبي قناه الكره مع الحريف في حلقه جديده. جئت لك اليوم لكي اقطعك واخبرك عن مقدوره السحر المستدل من اخبار واحصائيات وتفاصيل هي الاهم، وبالاخص سنسلط الضوء على ما يحدث داخل جدران النادي الاسماعيلي من اخبار واحصائيات هي الاهم لكل محبي وعشاق برازيل كره مصريه. وفي يوم سينطلق فيه الجوله 31 من عمر الدوري المصري الممتاز، ايضا سنتحدث عن الكثير والكثير في هذه الحلقه، ولكن يا صديقي مش طالب منك كتير، فضلا وليس امرا اشترك ولايك وسبسكرايب هم الاهم، وهذه القناه لنكبر معا ونتواصل معا وعشان يوصل لك كل اخباري اول باول. ف اشترك لايك سبسكرايب وتتابعني وتركز معايا وتخليك معايا لاخر حلقه عشان معانا اخبار هي الاهم طبعا. وقبل ما نقول نصلي على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم وننطلق في حلقه هي الاهم مع ميحس وكره المصريه والعربيه والعالميه من احصائيات واخبار وتفاصيل هي الاهم. طبعا شكر خاص لمتابعي ومحبي قناة الكرة مع الحريف وأيضا محبي برازيل الكرة المصرية، شكر خاص لمتابعين القناة طبعا على التفاعل وعلى التعليقات الأكثر من رائعة، وعلى إن أنت بتفضل معايا وعلى إن أنت بتتواصل معايا على طول. شكر خاص طبعا لكل متابعين القناة. طبعا نخش في أخبارنا سريعا عشان معانا أخبار هي الآن. الإسماعيلي طبعا في استمرار وفي تحضيرات لمباريات طبعا الاسماعيلي واستمرار التحضيرات، والعميد انهى تذمر اللاعبين وجلال تخالف عن المران لليوم الثاني على التوالي. تعال بقى عشان افهمك الدنيا، الاسماعيلي كده كده بيجهز في معسكر مغلق في فندق الاقامه بالفريق الاول، وحصل مشكله امبارح والتدريب اتاخر لمده ساعه ونصف بسبب بعض اللعيبه او تذمر بعض اللعيبه بسبب عدم التزام مسؤول الاسماعيلي بيدفع باقي مستحقاته، ادوهم جزء وفاضل جزء. واحنا اتكلمنا في حلقه امبارح، اللي ما شافش حلقه امبارح يرجع. لعيب الاسماعيلي المفروض يكون في سنس وفي يتريس، لان هو المفروض يبقى هو شايف ما يحدث في الاسماعيلي من ازمات وايقافات و و و. فانت كلعيب انت ما ضفتش حاجه للفريق الا ما رحم ربي. يعني انت كلعيب ما عملتش اضافه، يعني انت مش مثلا بتنافس على الدوري، بتنافس على بطوله الكاس، واخد كاس الرابطه، مش مركزك او ترتيبك في جدول الدوري اللي انت تقف وتقول انا عايز حقي. لا لا لا، انتوا ما تسالوش اي حاجه. لو هنتكلم في الصح بقى، انتوا بتعانوا بقالكم 5 اعوام بتعانوا، فمالكش ان انت تقعد ساعه ونص بتتنك على الناس ومش هتنزل الملعب ومش هتتدرب غير لما تاخد باقي مستحقاتك. اتمنى معاقبة اللي بيعمل فتنة بين اللعيبة. اي لعيب بيعمل فتنة بين السكواد يخلف، يستبعده زي ما استبعد الرباعي، يستبعد ده معاه مفيش مشكلة، الاربعة يبقوا 5 ولكن انا مش مع الاربعة المستبعدين، يعني محمد حسن، كريم عرفات، احمد محسن، ممكن هاشم عشان خاطر موضوع الاتحاد او المصري والامضاء والكلام ده، فدي حاجه ترجع له. ولكن انا مش مع الثلاثه التانيين المستبعدين، محمد حسن وكريم عرفات واحمد محسن، لان الناس دي ممكن انت استبعدتهم بسبب عدم التنازل عن بعض مستحقاتهم. تمام. فالكابتن عماد سليمان امبارح خد اللعيبه واتكلم معاهم وقال لهم موضوع فلوسكم دي هتخلص، واللي 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 واللعيبه نزلت واتمرنت عادي. ولكن انا عايز رساله للاعيبه الاسماعيلي، لما تبقوا رجاله اطلبوا حقوقكم، ولكن انتوا احنا المفروض اللي ناخد الفلوس دي بصراحه. احنا كجمهور بنتعالج بسببكم، كل ماتش بنتفرج عليكم بيجي لنا امراض الدنيا كلها، فاحنا عايزين نتعالج، الجمهور محتاج يتعالج بسببكم، مش انتوا تطلع بعد الماتش تسلم وتروح تاكل في المطعم بتاع الفندق وتروح حالك وتاخد عربيتك تروح البيت، تاخد عيالك تخرجهم وتفسحهم. ده اللي انت بتعمله، وانا عارف ايه اللي انتوا بتعملوه. تمام. ده بالنسبه للاعيب الاسماعيلي وموضوع ان هم كانوا عاملين تذمر ان هم مش عايزين ينزلوا التدريب، وقعدوا ساعه ونص لغايه ما نزلوا التدريب ونزلوا كل حاجه وموجودين في فندق الاقامه حاليا. تمام. كابتن ايهاب جلال كان المفروض يكون متواجد امبارح، ولكن حصل ظرف طارئ هو اللي اخره عن عدم حضوره تدريب امس، يعني بقى تدريبتين، وادى تعليمات لحمد ابراهيم ومعاونيه ان هم يشتغلوا على حاجات معينه ويظبطوا حاجات معينه. ده بالنسبه للكابتن ايهاب جلال. تمام. طبعا نائب ابو الحسن
اللي هو او البيان اللي انا طلعت بيه امبارح بتاع نائب النادي الاسماعيلي فرج عامر، اسف فرج عمران، بيقول لك يعني انت بتقول يعني ان احنا ايه، ان انا قلت بيع الساعه مش الساعه، انا رافض اتهامي بموافقه بيع الساعه، احنا مش عايزينه يتباع، هتتصرف بفلوس بيع المصلحتين اللي عندك وسد. ده بالنسبه ل نائب رئيس النادي الاسماعيلي طبعا ابو حسن، بيقول لك يدعو الجمعيه طارئه لمجلس إدارة الإسماعيلي لإيقاف عضوية فهيم مجددا. طبعا من أول ما مسكوا الناس دي وهم في مع أحمد فهيم في مشاكل على طول طبعا، وأخدوا قرار امبارح بإجماع الآراء أو إجماع الموجودين في الاجتماع بإيقاف إيقاف عضوية أحمد فهيم لحين دعوة جمعية عمومية. احنا مش فاضيين للكلام المواترات بتاعتكم، ده كلام مواترات واحنا مش فاضيين، احنا عايزين فريقنا يبقى صفقات لعيبه بتاع، ماليش دعوه بقى باحمد فهيم، وماليش دعوه بمحسن عبد المسيح، وماليش دعوه بفلان ولا علان ولا مدركان، من الاخر ولا فرج عمران ولا اي حد فيكم، انا ليه دعوه بالكيان، الكيان ثم الكيان بس، وانسى بعد كده. تمام، ايهاب جلال يرفض حظر او عدم اي اعلان او اعلان لمباراه الجون، بمعنى مفيش سوشيال ميديا، سحب الموبايلات، مفيش اعلان، مفيش اي حاجه تخص مباراه الاسماعيلي والجونه من لاعب الفريق الاول لاي حاجه تخص الاعلام، وربط تام وحظر اعلامي على جميع اللاعبين قبل مواجهه الجونه الاثنين القادم. ده كابتن ايهاب جلال قفلها ضربه ومفتاح. طبعا احنا اللي بنسمعه كتير بيع المطوشه وبيع الدنيا دي هو اللي عامل ما يحدث من الاخر صراحه. ده بالنسبه لكابتن ايهاب جلال وتصريح الكابتن ايهاب جلال. طبعا بسبب التعرض ليه اللي انا اتكلمت برضه في حلقه امبارح لو فاتتك، عشان كده بقول لك ايه، اشتراك لايك سبسكرايب عشان تفضل معانا وعشان يوصل لك كل اخبارنا عشان تبقى معايا بس مباشره على الارض الاول. ده بالنسبه لمتابعي ومحبي الكره المصريه ودراويش مصر ودراويش العرب. طبعا بالنسبه للقائي الاسماعيلي اللي هيكونوا على مدار 24 ساعه، فالكابتن ايهاب جلال قرر هيعمل نظام لهذا اللقاء. انت عندك لقاء يوم 16 مع سموحه في الدوري، ثم لقاء يوم 17 مع الاتفاق في الدمام في توأمه وفي مئويه الاسماعيلي. فالكابتن ايهاب جلال بيقول لك عشان تضارب الميعادين او المباراتين في ميعاد قريب من بعض او في نفس اليوم او في خلال 24 ساعه، فانا قررت ان انا اعمل مجموعتين للاسماعيلي، مجموعه تخوض مباراه سموحه ومجموعه تسافر الى السعوديه لمباراه الاتفاق السعودي. ده بالنسبه للفكر اللي هم بيفكروا فيه حاليا في الاسماعيلي عشان خاطر مباراه الاسماعيلي وسموحه والاسماعيلي والاتفاق السعودي. ده بالنسبه للقائين او طبعا فاكس رسمي الى رئاسه الجمهوريه من اداره مجلس اداره نادي الاسماعيلي يطالب ب العفو على جماهير الاسماعيلي المحجوز عليها حتى الان. تواصلوا مع رئيس الجمهوريه وبيتواصلوا مع رئاسه الوزراء عشان ينهوا الموضوع، عشان اللعيبه الجماهير ترجع للمدرجات، وعشان الجمهور المحجوز، وعشان وعشان وعشان. ففي فاكس رسمي طلع من اداره نادي الاسماعيلي الى رئاسه الجمهوريه مباشره للعفو على جماهير الاسماعيلي، وعايزين يعرفوا ما حدث مع هذه الجماهير محبوسه بقى اكتر من 5 6 اشهر، فمن ساعه مباراه الزمالك الدنيا يعني مش متظبطه. ده بالنسبه لي الفاكس اللي طلع من اداره مجلس اداره نادي الاسماعيلي. طبعا تعالى اكلمك بقى على مباراه الكاس ودور ال 16. طبعا احنا انتهينا امس من دور ال 32 لكاس مصر لهذا العام، لان احنا عندنا كاس مصر اللي فات ما خلصش، واللي يعني احنا عندنا الدنيا رايحه في حته ثانيه. فتعالى اكلمك على كأس مصر لهذا الموسم. طبعا كده بالنسبة للفرق التي تأهلت 8 هنا و8 هنا، تمام 16 فريق دور 16، طبعا 16 فريق. طبعا الاسماعيلي في طريقه، الزمالك في طريقه، في طريقه فيوتشر، في طريقه زد، تمام، الاهلي في طريقه المصري،
والاسماعيلي والمصري وبيراميدز والجونه. فتمام، تعالى بوضح لك بقى كل حاجه بالتفاصيل. طبعا الجنب ده اللي هنتكلم فيه المجموعه اللي هي في طريق الاسماعيلي. طبعا الزمالك هيقابل طلائع الجيش، الزمالك وطلائع الجيش، والاسماعيلي هيقابل سموحه. في حالة فوز الزمالك على الطلائع والإسماعيلي على سموح، هيتقابلوا مع بعض لمقابلة حد من الأربعة التانيين اللي هما إنبي وفيوتشر وسيراميكا وزد. إنبي هيقابل فيوتشر، والكسبان منهم هيقابل اللي فائز من سيراميكا وزد. تمام، واللي فائز من وليكن يعني هنقول فيوتشر وسيراميكا اللي صعدوا، يعني فيوتشر كسب إنبي وسيراميكا كسب زد مثلا، اللي هيكسب من الاسماعيلي والزمالك برضه وليكن انا بحط امثله، تمام، هيقابل اللي فائز من سيراميكا وفيوتشر على قبل النهائي لمواجهه مين بقى في الثمانيه التانيين. التانيين الاهلي هيقابل فاركو، والبنك هيقابل المصري. الفائز من البنك والمصري واللي فائز من الاهلي وفاركو هيقابلوا بعض، وايضا اللي فائز من بيراميدز وبئر الاسمده والجونه والترسانه هيقابلوا بعض. وعلى ما اظن الجونه سيقابل البيراميدز، لان الترسانه برضو مهما كان والله اعلم، وكاس مصر لديه المفاجات. تمام، وبيراميدز وبقول الاسمنه، طبعا بقول الاسمنه واقع مع بيراميدز، وبيراميدز يعني حدث ولا حرج، مش عايز اقول لك هيحط عليه حط، مش هقول لك. وهنقول مثلا المصري ممكن يطلع البنك والاهلي ممكن يطلع فاركو، فالمصري قابل الاهلي وبيراميدز يقابل الجونه، وبيراميدز بعد كده هيقابل، والعلم عند المولى عز وجل. اتمنى من المصري البورسعيدي ان يصل الى نهائي كأس مصر مع الاسماعيلي، تبقى مباراة كده ديربي قناة اكثر من رائع. تمام، طبعا يعني انا كلمتك على مباراة الكأس اهي وعلى المواجهات، فانا اتمنى طبعا ان تكون مباراة كأس اكثر من رائع. طبعا ردا على تصريح تركي آل الشيخ امبارح اللي قلت لك في حلقة امبارح في حلقة امس، طبعا بالدليل والصور، مشجع اهلاوي بالصور، يعني مش جايب كلام من عندي، مشجع اهلاوي بيغير تيشيرته ويشجع تاني يوم ماتش بيراميدز، يعني الماتش ده بيشجع الاهلي والماتش اللي بعده بيراميدز. طبعا وجبات تركي آل الشيخ لو اتمنعت مفيش الكلام ده، وانسى الكلام ده، ولكن تركي آل الشيخ مروق الدنيا، وجبات فلوس ماديه. وهو قال لك في تصريح واللي انا قلته لك امبارح، اني لو انا منعت عنهم الوجبات والفلوس مش هيشجعوا الاهلي تاني، يعني شكلكم بقى وحش قوي 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 قوي. يعني ده بالنسبه لتركي آل الشيخ وتصريحاته. انا بقى بوجه لمتابعين القناه وبوجه لمحبي وعشيق برازيل الكره المصريه سؤال برايي كمشجع اسماعيلاوي، ومع اقتراب نهايه هذا الموسم، ما رايك في السبع صفقات، وما رايك في او من في رأيك من سيصلح أن يكون متواجد من من السبع صفقات، من سيصلح أن يكون متواجد في الموسم القادم، ومن الأفضل من سيرحل؟ يعني أنت برأيك مين يقعد ومين يرحل من السبع صفقات؟ ده بالنسبة لسؤالي للمتابعين ومحبي عشيق برازيل الكرة المصرية ومتابعين القناة. فاستني تعليقك في الكومنت تحت على مين من السبع صفقات الشيخ و الداح والملواني وعبد الكريم مصطفى وسكر وهاشم والشيخ، يعني السبع صفقات اللي جم اخر سبع صفقات، برايك مين يقعد ومين يمشي؟ مستني تعليقك. طبعا قبل ما اخش في لقاءات اليوم، وطبعا النهارده انطلاق الجوله 31 من عمر الدوري الممتاز بثلاث لقاءات هنتكلم فيهم، ولكن شابوه ليه فريق الالومنيوم على ما فعلوا امس امام الاهلي في مباراه كانت اكثر من رائعه لفريق الالومنيوم، وهزيمه الاهلي ولكن بشق الانفس بعد مباراه اكثر من رائعه من فريق الالومنيوم اللي عمل زون ديفنس اكثر من رائع، ويفوز الاهلي في الدقيقه 92 بهدف لمحمد هاني، يعني جيب ظروفها مش هنقول ان هو الاهلي عمل مباراه شو، الاهلي كان بيلعب بكل نجومه، ولكن الالومنيوم عمل مباراه اكثر من رائعه. تحية وشابو لفريق الألمونيا ومديرهم الفني الأكثر من رائع، طبعا رغم الهزيمة ولكن تحية ليكم عشان انتوا أديتوا مباراة أكثر من رائعة، مش هنقدر إن احنا نداري أو نخبي حق كل واحد. ده بالنسبة لمباراة الأهلي والألمونيا وفوز الأهلي أمس، ولكن بشق الأنفس، وتحية مرة أخرى لفريق الألمونيا. طبعا مباراة اليوم سريعا قبل ما ننهي الحلقة، النهارده في ثلاث مواجهات،
مواجهة في الخامسة والنصف بين طلائع الجيش وفاركو، ومواجهتين في التاسعة مساء، الأولى بين البنك الأهلي والاتحاد السكندري، والثانية بين بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا. طبعا احنا كاسماعيلاوية نتمنى الطلائع يكسب فاركو، والاتحاد يكسب البنك، وسيراميكا يفوز أو يتعادل مع البلدية. يعني كنا نتمنى البلدية، ولكن البلدية بيعاني في الفترات الأخيرة، ولكن عمل مباراة أكثر من رائعة مع الزمالك في آخر مواجهة له. أتمنى لكل اللي وصل معايا لآخر الحلقة، أتمنى يكون وصلت كل المعلومات وكل ما يريد أن يعرفه عن ما يحدث في الكرة المصرية في هذا اليوم. وأتمنى لا ينسى الدعم لأخوه حبيب الحريف باشتراك ولايك وسبسكرايب عشان نتواصل معاه، وعشان نكبر معاه، وعشان أسرة الحريف تكبر. فبشترط منك كتير يا صديقي، فضلا من رأيك أمر اشترك اشتراك ولايك وسبسكرايب، وتنتظرني غدا بإذن الله عز وجل في حلقة بها الكثير مما يحدث في الكرة المصرية والعربية من أخبار وإحصائيات وتفاصيل هي الآن. ونتمنى مساندة جمهور الدراويش للكيان، يعني على أي وضع كان نحن سنظل ورا الكيان. أتمنى لكل يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.